بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. في فبراير الأصعب ما زال الأهلي يسير على جسر التحدي. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين على جسر التحدي في الحلقة 524، حلقة الخميس من ملك وكتابة، جاية في توقيت كتير من الارتباطات المشتبكة والمواقف المرتبكة كمان. هل يدخل الأهلي التاريخ في فبراير؟ كل التحديات الصعبة موجودة في فبراير. أها. فأعتقد أن فبراير هذه المرة أرجو أن يحمل لنا أخبارا طيبة بعد كان متخما بالأخبار إياه.